باسم الاب والابن والروح القدس الاله واحد امين. الاول بنشكر ربنا ونشكر القديس الانبا توماس وكل القديسين. نشكر ابينا المحبوب صاحب الغبطه والقداسه البابا تودروس الثاني لموافقته لهذا العمل، كما ايضا نشكر ابينا صاحب النيافه الانبا ارميا الأسقف العام والمشرف على المركز الثقافي ورئيس قناة مرمرقس. نشكر قناة مرمرقس وكل هيئتها من أجل تعبهم لأقامة هذا العمل الجميل اللي سوف يعجب الكل، بخصوص فيلم موثق لأبونا المحبوب القمص أبرقام الأنبا توماس عن حياته وخدمته وعمل ربنا في حياته. ولد فخري فهمي جيد مرجان يوم الأحد الموافق 16 من يوليو عام 1944 بقرية الكتكاتة مركز ساقلتة محافظة سوهاج من أبوين تقيين. تولد من عيلة مباركة معاه ثلاثة إخوات، هو كان أصغر واحد فيهم. والده كان راجل بسيط جدا، وكان يحكي لنا عنه والده كان بركة كبيرة، كان دايما يكلمنا لأن احنا ما عصرناش والده أو ما شفناهوش، لكن كان يكلمنا أنه راجل أو والده كان راجل يحب المضياف، كان راجل له علاقة بالقديسين. أبونا أبرقام أهله بيقولوا له ان هو اتعمد في دير أنبا توماس، يعني هو طفل اتعمد في دير أنبا توماس. احنا نيجي الدير هنا عشان كنا احنا بنوفي ندور للدير هنا. العائله عائله الجرايسه كان ابن يجي بكر، ابن بكر يجي يقدم ذبيحه هنا للدير، ونفتح كنيسه نجيب اب كاهن اسمه ابونا يوسف من الصوامعه كان يفتح لنا الدير هنا، نقدم الندور وكنا نبيت ليله العيد. دخل المدرسة الكاثوليكية للتعليم من سنة أولى لغاية سنة ستة، ووقف تعليمه من لغاية سنة ستة. كانت ظروف الحياة صعبة، كانت ظروف الحياة في الصغر كانت صعبة مع أخواته برضو النشأة، يعني كانت حرف أبوه حرفي نجار ومعاه أربع أخوات. فالمدرسة دي كانت بسيطة، يعني مدرسة إيه تكاليف جنبنا، خد ست سنين وطلع منها. فلما طلع قاعد يشتغل مع أخواته، قاعد يشتغل مع نقاط النجار، فما عجباش الشغل كده. هو كان القش اللي يجي يشحت لأخة الرب، يوديه لأخة الرب يشحت ليه. كان مداوم دايما على الصلاة، كان بيروح الكنيسة عندنا في الكتكاتة، كان يوقف ياخدنا بعيد ورا نخلة كده ويروح واقف يقول يلا بينا هنصلوا صلاة باكر، صلاة الساعة التاسعة، صلاة الساعة الثالثة وراء نخلة. وكان لما أمه توفت زي ما تقول كانوا عاملين معه شويه، شادين اخواته معه شويه. هو لما يكون في دسارح مع اخواته ما يرضوش الدكتور يقول لي الامر كذا كذا، نقول له زي بعض باختيار اخواتك وما تزعلش منهم. يقول لي بس انا برضه انا عاوز ندي الناس الغلابه، ندي كذا، نقول له زي اللي اعطيت الغلابه مدمت نفسك بكذا زي بعض. نبه الرب قلبه منذ صغره الى فضيله العطاء، فكان يوزع ما يصل إلى يده من نقود على إخوة الرب من المحتاجين غير مدخر لنفسه شيئا. ما كانش يرتاح إلا لإخوة الرب، القرش اللي يجي دي إخوة الرب. كان هو يشتغل مع والده، فكان أي أجر ياخده ما يصرفوش ويديه للفقراء في الشوارع. عبد الرحمن كان معانا وكان شغال، وكان اللي يريد به ربنا يوزع الغلابة. قبل الرهبنة هو كان بسيط، وكان اللي في جيبه مش ليه. أحب حياة الرهبنة من خلال المتنيح أبينا مرقس الصموئيلي، إذ كان يتردد على قريته بالعوامية، ما جعل فكر الرهبنة ينمو شيئا فشيئا داخله إلى أن صار طريقا يتمناه. أبونا أبرقام لما فكر في الرهبنة كان أحد رهبان دير أنبا صموئيل جه صلى في قريته، مش قرية اسمها العوامية جنب الكتكاتة، فحضر القداس يعني شعر بالروحانية بتاعة الرهبان
يعني شاف ابونا اللي صلى القداس ده، فبعد القداس قعد معاه وقال له ان انا عايز اترهبن والوضع ايه، فشرح له قال له ممكن تشوف اهلك. فما كانش في صعوبه بالنسبه لابونا ابرام مع اهله، لانه اهله كانوا عايشين حياه كويسه مع ربنا وعارفين ان الراهب ده هيروح احسن ما يكون في العالم. كان وقتها الانبا بطرس هو اسقف اقليموس اولتا، وقال له انا عايز اترهبن، فقعد يقول له ايه المصاعب بتاعت الرهبنه وان انت هتقدر عليها، يعني هو قالك يكون جاي الرهبنه هروب من حاجه، لكن هو رايح باشتياقه. فقعد مع الانبا بطرس شويه في المطرانيه، كان بيتعلم منه ازاي التواضع والطاعه. بتزكيه من يافطه الانبا بطرس اسقف خميم وسوهاج، ذهب الى دير انبا صموئيل ايام رئاسة أبونا مينا الصمائيلي كرئيس الدير. ولم تمضي أيام كثيرة إلا وكان فخر فهمي منطلقا إلى دير أنبا صموئيل المعترف في القلمون ترافقه العناية الإلهية ليبدأ حياة الملائكة على الأرض. وكان ذلك في أوائل عام 1968. هو أبونا إبراهام جه الدير واترسم في سنة 68. أما اترسم أبونا إبراهام كان فيه معاه اثنين من الأباء، أبونا مكسيموس وأبونا ديماديوس. وكان يوم الرسامة كان أبونا مينا داعي ناس من مغاغة وداعي ناس من الفيوم. أبونا مينا كان ليه ناس حبايب كتير قوي في الفيوم، هم حبايب الأنبا صموئيل. فقالوا له أبونا أنت بتحب أنبا إبراهام وإحنا بنحب أنبا صموئيل، فعايزين واحد من الأبهات دول لازم بيبقى باسم أبونا إبراهام عشان تبع أنبا إبراهام بتاعنا. فقال لهم خلاص في اثنين أباط دول تبع بعض من بلادهم جنب بعض، فهنخلي واحد مكسيموس وواحد ديماديوس، وفي أبونا الثاني ده لهو جه من الصعيد لوحده، فهنخليه باسم أنبا على اسم أنبا إبراهام وسموه أبونا إبراهام. فاتسمى أبونا إبراهام بهذا الاسم تيمنا بأنبا إبراهام القديس. وتتلمز على أبونا أندراوز وأبونا إبراهيم وأبونا الصليب. أبونا أندراوس هو اللي علمه الألحان وعلمه القداس سلمهون. أبونا أندراوس كان بمثابه المعلم بتاع الدير. رسم كاهن على يد المتنيح البابا شنودة الثالث في 18-12 سنة 1971، ودي كانت أول زيارة رعوية يقوم بها قداسة البابا المتنيح الأنبا شنودة الثالث بعد رسامته بطريرك مباشرة. هو طبعاً أبونا إبراهام كان مواظب على القداسات ومواظب على التسبحة ومواظب على الصلوات. نبتدي عشية وبعدين نتعشوا، وبعديها بساعتين أو حاجة زي كده مش فاكر بالحرف أو أكتر نضرب الجرس نص الليل، نبتدي صلاة نص الليل كله ونصلي على مهلنا التسبحة كلنا، وبعد ما نخلص القداس كلنا وبعدين نفطر كلنا مع بعض. كان بيشترك في الآباء في المائدة وفي الصلاة. قليته قال لك الجلوس في القلاية يرد الرهب لطقسه، هو كان بينفذ ويقعد كتير في القلاية الحقيقة. شخص بسيط جدا لكن بيحب ربنا، ناس كتير بسطة زي ما بيقولوا القديسين بينسلوا للسماء ببساطتهم، فهو كان إنسان بسيط بيحب الكل، عايش في اتضاع وإنكار للذات، إنسان محب وتواضع وعنده يعني احتمال ربنا يرتب. مثلا تجينا جلاليب ويتوزع الرهبان، كل واحد قماشة يفصلها جلابية، كان ممكن هو لو لقي حد غلبان يديها له. امتاز أبونا إبراهام منذ أيام رهبنته الأولى بالنشاط والحيوية، وكان سباقاً إلى خدمة الآباء الشيوخ في الدير. أبونا إبراهام أنا بالضبط كده اتعرفت عليه سنة
72 1972 كنت ما زال طالب في الكلية الإكريركية، وكنا رحنا خلوة مع أبونا أنستاسي الصموئيلي، كان هو مشرف على الطلبة في الإكريركية، وخدنا ورحنا كنا 4-5 أخوة ورحنا الدير. المشوار الحقيقة كان مرهق جدا، كان بالجمل من الزورة للدير أخذ يمكن 10 ساعات. أول مرة كنت أركب الجمل، وجمل يعني بيهز الإنسان، فأنا رحت الدير شبه ميت، وأول ما رحت الدير اترميت. الرهبان قدموا لنا حاجات، بس أكتر واحد لقيته أنه مهتم قوي أبونا أبراهام. يعني أول يومين دول أنا ما كنتش قادر أقوم، لدرجة أنه رفضت الأكل، كنتش قادر أكل. هو اللي كان يجيب الأكل ويجيب أي حاجة عنده، خد اشرب كوباية النعناع، اشرب كوباية الشاي. يعني حسيت ان هو كأنه اعرفه من سنوات. ابونا ابراهام كان مدة اقامته هنا في الدير كلها محبة، كلها بذل، كلها عمل، كلها اتضاع. ابونا ابراهام كان كله ايمان جامد جدا ان ربنا بيعمل وبيشتغل. في روح ربنا وروح العطاء والمحبة. أنا حبيته لأنه ما فيش سابق معرفة، وشفت صورة المسيح فيه. أصعب حاجة هناك المية، المية كانت ملحة لدرجة أنه يعني شعرنا لزق في بعض من الملح، فكم الشرب، فكان متعب الشرب. أول يومين ما كناش قادرين نشرب، نشرب نرجع المية. كنا بنحاول نزرع جزورينا كسول للدير، عشان ما كنش ممكن الدير زمان ما كانش ممكن يتبنى سول له، فكان بيتزرع جزورينا، وكانت تساقة، وكانت شغلة شقة جدا. أبونا إبراهام مثلا كان ممكن يشيل عصاية على كتفه فيها من هنا صفيحة ومن هنا صفيحة، ويملأ يسقي كل شجرة بشجرة بدون ملل، بدون ضجر، بدون أي حاجة، وعشمان ومتأكد إن الشجر ده هيطلع وهيبقى سور حلو وهينمو والدير هيكبر وهيبقى كويس جدا. يمكن من بداية الثمانينات ابتدى يظهر إنه عنده ضعف في عضلة القلب، وكنا بنوديه يتعالج. يعني أحيانا أعدي على مقر دير الأنبا صموئيل وأنا مسافر من خميم للقاهرة، فعرفت إن أبونا إبراهام عيان وموجود عند الدكتور هنري في مغاغة، فرحت زرته. في الوقت ده سلمت عليه، وبعدين قال لي ما تاخدني معاك، كنت انا راجع من القاهرة، ما تاخدني معاك البروشية يعني ازور. قلت له ناخد بركة يا ابونا، بس نسأل الدكتور. فطلبت الدكتور في التليفون وانا قاعد عنده، فقال لي لو خدته هيبقى على مسؤوليتك، لانه هو مريض كان بقاله حوالي سنة نايم عنده في البيت وبيعالجه وبيهتم بيه لأنه كان عنده القلب. والدكاترة قالوا أني عنده ربع قلب ميت، وقالوا أني مش هيعيش، وقالوا له ما يتحركش من سنة 83. عمل النعمة في حياة الإنسان، مهما كان إنسان بسيط في تعليمه وبسيط في صحته ضعيفة، لكن ربنا بيعمل فيه، وبيعمل فيه عمل قوي جدا وعجيب، لأن قوة ربنا القادر على كل شيء. هو نزل الخدمة في مقر الدير في الزورة، وكان بيخدم هناك في الزورة. الزورة هنا هي مقر الدير، وكان أي حد يحب يروح الدير كان الدليل بتاع الدير المقر هنا، فعن طريقه كنا نروح هناك الدير، لأن كانش فيه مواصلات وكانت حاجات صعبة. يعني كان أغلبية
العربية اللي احنا كنا نركبها اللي هي الكبيرة زي بتاعت الجيش دي. هو أبونا مينا كان هو رئيس الدير، إنما في غياب أبونا مينا أو حتى في وجود أبونا مينا يعتبر أبونا إبراهام كان يعتبر وكيل أبونا مينا هنا، هو يعتبر هو زي ربيتة المكان، هو المسؤول عن المكان، هو وكيل أبونا مينا في المقر هنا في الزورة. ويعني كان راجل بسيط، أو كان ما حد يجي كان يفرح قوي ويستقبله يعني استقبال كبير قوي، ويطلع أي حاجة عنده، أغلى حاجة عنده يطلعها، يبقى عايز يديهم كل حاجة من عنده. يعني الفترة اللي عادة بصراحة احنا استفدنا منه فضائل كثيرة قوي، إن كان راجل معطاء وراجل فضيل وراجل كلامه بسيط قوي رقيق جدا، وكان دايما يعني أي حد يسأله سؤال كان يجاوبه ببساطة، وفعلا كان بيحس ببركته، كان راجل بسيط يعني، ولما حد يسأله يرد على قد السؤال يعني، كانش يزود كتير في الكلام يعني، يدوب على قد الكلام، بس كان أي كلمة يقولها تحس إن هي فعلا ليها بركة وليها قوة، وكانت فعالة كانت تعمل في الإنسان. كان يقعد معايا يصلي، يصلي المزامير مثلا، ويقعد لما خلص القربان، وبعد كده ده أجيب له الحمل وأدخله له جوه الكنيسة. كنا نطلع أنا وهو نلم العوايد من بره، كنا ونروح البلاد اللي بجوار اللي جنبنا هنا، وكنا نلم العوايد أنا وهو، قاعد يمكن حوالي 3-4 سنين بلف أنا وهو ونلم العوايد بتاع الدير ونجيبها هنا، وبعد كده نطلعها الدير. هنا في مدارس أحد زمان كان بتيجي هنا من مدارس أحد، وكان يحب الأطفال كتير يعني، كان بياكل معانا. كان في طبلية هنا كنا بنحطها، وكنا نيجي هنا قدام باب الكنيسة هنا ونقعد نحط الطبلية ونقعد كلنا ناكل مع بعضينا. كان كريم فعلا، وكان اي حد بيخش علينا كان يقعد معانا ياكل يعني، وكان بسيط جدا يعني. اترسم امس في 18/12/1983 في يوم من الايام، هو بدا يطلع من الدير عشان يشتغل في الخدمه ويخدم كنيسه الله، فاتصل بيا بعد ما نزل من الدير على مغاغه، المقر بتاعهم في مغاغه، اتصل بيا وانا في دير الملك مخايل، وقال لي انا جاي لك. فرحبت بيه جدا لانه هيجي وليه اشتياق ان يشتغل معايا في عمار دير الملك مخايل باخميم. فوصل وقعد معايا ايام قليله جدا، وبعدين زرنا نيافه الانبا بساده اسقف اخميم وسؤلته وتوابعها، جه عندنا، وكان تدبير من الله ان في ذلك الوقت اللي وصل ابونا ابراهام عندي، كان الانبا بساده بيدور على راهب علشان عرب بني واصل فيها دير الانبا توماس، والشعب بيطالب نيافته على ان يجيب له راهب عشان يخدم في دير الانبا توماس. وبعد كده سنه 1985 دعي لخدمه دير الانبا توماس في بريه اخميم، وتحت رعاية الأنبا بسادة أسقف أخميم وسهولتا. سنة 1985 دعي لخدمة دير الأنبا توماس في بريه أخميم، وتحت رعاية الأنبا بسادة أسقف أخميم وسهولتا. وبعد موافقة قداسة البابا شنودة وأبينا مينا الصموئيلي، بدأ أبونا أبراهام في استلام دير أنبا توماس السائح الأثري والخدمة فيه. الدير ساعة ما أنا يعني هو راح فيه ما كانش فيه حد، كان مقفول، وأنا كنت قبليها بشهور كده رحت زيارة للدير لأول مرة، وما لقيتش في الدير خالص غير صورة القديس بس، الأنبا توماس بس، مش حاجة تانية. فاجي الأنبا بسادة شيع لي في المقرنية، قال لي حدد يوم بحيث نصلوا في الدير كل أسبوع. وبدأت بعد كده أبعت كهنة يصلوا كل يوم أحد. طبعا كان الكاهن يصلي، وبعدين القداس يمشي، ما فيش حد لا بيصلي معاه ولا حاجه، لغايه لما هو ابونا بدا في الصوم الكبير يعني في الصلاه كل يوم،
وكان بينام في الدير في ظروف صعبة طبعاً. كان الدير هناك في أنبا توماس كان دير متهدم، ما فيش أي مظهر من مظاهر الإعاشة الضرورية، حتى مساكن الرهبان كانت معمولة من الخشب. المكان كان مهدم وفقير جداً جداً ويخلو تماماً من أي إمكانيات. لكن الحقيقة كان في يمكن الحاجة الحلوة اللي يمكن شجعت أبونا إبراهام وجود رفات الأنبا توماس السائح، يمكن دي الجوهرة الحلوة اللي حب المكان بسببها. دير القديس العظيم الأنبا توماس السائح أقدم دير في منطقة أخنون، لأنه يرجع تاريخه الآن من سنة 400 ميلادية، وهذا بوجود جسد القديس العظيم الأنبا توماس السائح في هذا الدير الآن. أما راح يخدم دير أنبا توماس في البداية لقي صعوبات كتيرة، إنسان مريض قلب والدير بقاله فترة وعبارة عن أماكن ما تصلحش للسكن، فبدأ يقيم في دير أنبا توماس وفي لقى شوية محاربات في البداية. بدأ الدير كان عبارة عن شوية طوب ني أو لبن. كانت الكنيسة دي مهجورة خالص، فيهاش أي مبنى إلا غير الكنيسة الأثرية دي. الدير ده كان هنا هو كوم يعني تراب، كنا نجيبه حصيرة وكيس مال يوحنا، كان تراب مستوى الجبهة فوق، وكان السور مهدد يعني ممكن واحد يخش بجنبه. الدير ده الوقف يعني يمسك عليه خدمة غفير، ممنوع الاقتراب منه، كان مبني بالطوب الني وكان مهدم، وكانت بوابة تحت خشب مكسرة خالص. بدأ أبونا إبراهام في تعمير دير أنبا توماس السائح وتجديده وبناء سور له. الآن جاري العمل بالدير بدير القديس العظيم الأنبا توماس السائح الآن العامل، وربنا يتمم عمله بمشيئة الله ويعمل مشيئته الصالحة. استلم الدير وبدأ بالقداسات وبدأ جهاده بشكل عجيب خالص خالص خالص، مش أي راهب في كنيستنا يقبل هذا الوضع أبدا. كان يجي الأنبا توماس هنا كان عنده منفى. أبونا إبراهام الصموئيلي كان قويا وثابتا ولم يترك المكان، رغم أن كان المكان غير مهيأ أن أي إنسان يعيش فيه. بدأ على طول يصلي قداسات في الصوم الكبير كل يوم قداس متأخر. في بداية وجوده في دير الأنبا توماس احتمل الكثير والكثير، وكل اللي راح عنده لمس هذه العيشة الشاقة اللي هو تقبلها بفرح وبحب لشفيعه القديس الأنبا توماس السائح. ما ينفعش انه يبقى دير أبدا، لاني كنت بشوف مشهد قبل ما ابونا إبراهام يمسك الدير، أما روح عشان أزوره بس، فكنت ألاقي الناس الجيران بتوعه رابطين الحبل بتاعهم في الباب بتاعهم ونهاية الحبل عشان ينشروا الغسيل في الباب بتاع الدير. البساطة والطيبة بتاعته دي هي اللي خلته يعني عاش في المكان بتاع دير الأنبا توماس، لأن كل اللي حوالين الدير يعني مفيش ولا بيت مسيحي خالص في المكان. قرب المسافة مع الكتكات اللي بينها أبونا إبراهام وبني واصل والتوأم الموجودة بين الناس مع بعضها سهلت أمور كتير. أنت تلاحظوا أن الدير ده منطقة هو واحد وسط المسلمين، مفيش واحد مسيحي. اللهم الفضل الكبير أهالي على بني واصل لأنهم متعاونين معنا بكل محبة، الرب يدوم المحبة بيننا وبينهم وكل فرد منهم، وعلى رأسهم العمدة عبد الأول الكردي عمدة عرب بني واصل، الرب يدوم المحبة بيننا وبينه.
إرادة ربنا إنه يروح يرهبن دير أنبا صميل ويرجع يخدم دير الأنبا توماس اللي هو اتعمد فيه ونقوة القلب اللي فيه كان عايزه أنبا توماس يعمر في دير. الدير طبعا كان ما فيش حاجة خالص إلا الكنيسة الأثرية ما كانتش مترممة، ترابيزة صغيرة محطوطة في آخر السور هناك كده عليها نبس صغيرة بتاعت عن حياة الأنبا توماس. نجيب معانا القربان من كنيسة مار جرجس سوهاج. بالنسبة لخدمة وبدأت في الدير بالتعمير، وكان حافي القدمين وكان يتعب جدا وما يهمتش. لما رحت سنة 85 بعد 85 يعني في أواخرها شفت أنه في تعمير في الدير. هو كان يمشي قانوني، ما كان عمره ما مشى في طرق ملتوي، كان يروح يجيب الجواب من عشان هو الدير ضم للأثار، يسافر يجيب الجواب الرسمي انه حصل كذا، بيخطر الأثار في سوهاج بيجي بيشتغل فيه. كان جايب تسريح للتعمير في الدير سنة 87، فجينا لقينا بنايين هنا هتبني وما عجباش أبونا في الشغل، باب أبونا ايه طلباتك؟ قال عايز ابنها زينة. كان يخمروا هنا برا المخمرة عشان يرمم الدير، اروح انا جايبه البنا يقول لي بعد 6 شهور، اقول له مالكش دعوه بيا انت، سيبني انا اعمل معاكم. هم يحولوا بالقروانه وانا اغرف الاسمنت بايدي. بدا يشوف الاسوار بتاعته يقيمها ويخوضها ويبنيها. كان هو يبشر الشغل بنفسه، كان ممكن يعني ينزل برجليه في الطين، لان انا كنت بالنهايه جاي اشتغل هنا في الكنيسه، كنت انام هنا على الاغذيه دي في الكنيسه، وهو كان ينام على الرملة برا. اللي يجي الدير وهو مهجور ويشوف المنظر كان لا يمكن يفكر انه ازاي ده يعمر ازاي الدير ده. في شهادة انبا مينا مطران جيرجا المتنيح قال لك طوبة في دير انبا توماس تعتبر ببناية كنيسة كاملة. كنا شايفين ابونا ابراهام ده مش هو راهب اللي عنده 55 او 60 سنة في الوقت ده، كان كله نشاط، هو اللي كان جاي يعني يعتبر قايم بالشغل كله، كان يطلع من فوق لتحت في دقيقة واحدة نلقوه في الدور الرابع. يعني كان مش هو أبونا أبراهام اللي هو عنده يعني عايش ب 25% القلب بتاعه كفاءته 25%، ولا هو الراجل الراهب الكبير في السن، كان نشاط يعني فوق المعتاد. كان كل حاجة لازم يبص عليها فترة التعمير دي، كان كل حاجة لازم يبص عليها ويسأل على كل كبيرة صغيرة. ربنا بيبعت ناس زي أبونا أبراهام كده قديسين بيعمروا الأماكن روحياً ومعمارياً ورهبانياً. ما فيش مطبخ، ما فيش حاجة، كان الأوضة الخشب دي نحط بير الرجاز وترابيزة كده برة، ويقول لي إيه خش اعملي أكل مش عارفة إيه، وبس كان في واحد يعمل لهم الفول بالليل نصبح نلاقي موجود. وابتدينا على الحال ده، وكل رحلة تيجي لازم يأكل، ابتدت الرحلات تكتف. كما نذكر جميع الذين خدموا وساهموا معنا، وكما نذكر خادمات هذا الدير المقدس أم وليد وأم إسماعيل وكل الذين تعبوا في خدمة هذا الدير المقدس. الناس بتيجي من سوهاج وأخميم يحضروا القداسات، وبالبساطة بتاعته كان يصلي القداسات ويعمل أغابي للناس يأكلوا، وابتدى الدير يتعرف عن طريق الأقباط الرحلات اللي بتيجي من البلاد، من كل بلاد الكرازة، سواء من اسكندرية لأسوان، كان يجوا الدير وكان يكرمهم بقى كرم شديد، يعمل لهم أكل مهما كان عدد الرحلات يأكلهم ويوزع عليهم صور وهدايا وكده ويصلي لهم. فبدأ يعني الناس تعرفه وتعرف شخصيته وتعرف الكرم بتاعه، فحبوا المكان. ما فيش رحلة تدخل الدير إلا لازم تطلع وكلة وشربة، سواء كان في صيام سواء كان في إفطار.
نجي الاثنين نمشي السبت اخر النهار عشان لحد كده ما فيش شغل يعني. يدي ايجار الواحد وبعد كده في العيد يعني كل واحد يدي فلوس برضو ويقول له مبسوط يا عم فلان مبسوط يا عم روماني. اول ما جينا جديد هنا كل بنا يجي يشتغل يديه هجرته ويقول له روح. الله يعلم يدي كل واحد كان، بس هو كان يدي بزايد. ففي بعض منهم كان يرجع ويقول له هو لا روح، وفي بعض منهم كان يقول له أنا محتاج أبونا وما يشتغلش يضل يوديه. جيت في مرة بقول له يا أبونا طب ما يشتغلش ده، قال لي أبو سامح ما قدرش يشتغل ومروح، يمكن محتاج أي حاجة، يمكن ربنا بعته لنا عشان التجارب، فلازم يروح سليم عشان هو ماشي ما يفكرش. قال لي بصي إحنا ما نرفضش عطايا حد، ليه؟ لأنه بيقول لي نشوفه إخوة الرب أو حد غلبان نديهم الحاجات دي، لكن أنا الأنبا توماس ما يدخلش فيه لحنفية ولا سلكة ولا أي حاجة قديمة. بدأ يعمر، يبني، يعمر الكنيسة الأثرية الأول، يوضبها لأنه كان السقف نازل والدنيا نازلة شوية. بعد كده بدأ يبني بره الدور الأول مطبخ ومكتبة ومضيفة. بعد كده حصل على تصريح من الأثار، لأنه الدير تبع الأثار، أنه ياخد الدور الثاني يبني سبع جلالي رهبان من حبه في الرهبنة والرهبان. بعد كده في سنة 92 حصل على تصريح أنه يطلع ثلاث أدوار ثاني، فيبقى في جلالي وفي بيت خلوة وفي كنيسة العذراء في الدور الثالث، في كنيسة الملك في الدور الخامس. نفس وجوده في الدير كان يعتبر معجزة، يعني تعمير الدير في حد ذاته يعتبر معجزة. كان يحب الصلاة، يحب التسبحة، يحب القداسات اليومية. طبعا يحضر القداس أبونا هنا، بعد كده هو يصلي والناس كانت بالطوابير هنا برضو، يعني كل الناس تاخد بركة. وإيه المعمودية دي كان يقابل الناس في المعمودية، ممكن يقعد من الصبح لحد اخر اتوبيس الساعه 5. فكان يصلي ابونا برقام كل يوم على طول، كل يوم قداس، كل يوم قداس. بكافه ما ننسى بذنون ابصر بفرحنا وابنا بامور تغشي بهمون. الحقيقة كان قداسه جميل وقداسه بسيط، وكان يحب القديس العظيم الأنبا توماس السايح قوي. ده كان يجي في المجمع ويقول الأنبا توماس بأنا خورتيس، اللي هو الأنبا توماس السايح، يفضل يكررها يمكن عشرات المرات، يفضل يقول الأنبا توماس نمبنيوت أفا توماس بأنا خورتيس. من هذا بتماس بنا خريتيس، 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 من هذا بتماس بنا خريتيس. أبونا أبرام مرتبط بالمسبح، يعني مهما كان ظروفه إيه، مثلا تعبان ولا كده، لكن ينزل يحب يصلي. واقف معلم بصلي معاه، انا صليت معاه كتير. ف
جه واحد بيقرا الانجيل فقال المقدمه بتاعت الانجيل، رحت انا خاتم بسرعه يا رب ارحم، غسلني ساعتها، قال لي احنا عايزين نصلي ببطء وما نسيتش. كان مدقق على الالفاظ والكلمات اللاهوتيه والطقسيه. اذكر مره انه كان في احد الزوكسولوجيات لرئيس الملائكه ميخائيل، الشماس قال ان الملاك ميخائيل رئيس السماوات، فكان ابونا ابراهيم صحح له الكلمه، قال له الملاك ميخائيل رئيس السمائيين وليس رئيس السماوات، بل رئيس السماوات هو المسيح، هو الله نفسه، يعني هو رئيس السماوات. وكنا لما نصلي تسبح نص الليل وباكر ويقول لنا صلوا واضربوا 100 بطانيه كل يوم بعد تسبح نص الليل. كنا جينا نعمل التسبيحه زي كده، نبتدي اول ما نسرع كان يزعق، قال اياكم حد يسرع، فاهمين ولا لا؟ حاضر يا ابونا، تمشوا على مالكم وتصلوا براه والكلام مفسر، يعني ما تاكلوش الكلام في بعض. كان يحضر معانا التسبيحه، كان ممكن يقول كان يبقى من التعب ممكن يوقف ومن التعب يروح قاعد على الارض. علمني الصلاه، علمني الصوم، انا ما كنتش لا اصلي ولا اصوم، واحب الشكل، اي واحد يتحدث معايا عاوز اشكل معاه. حببني في الدير وفي الصلاه وفي الصوم، قال لي يا عم ابو الحمام اللي يطلع من الدير زي السمك ما يعيش. ابتديت محبه ابونا ابراهيم معانا على طول، يعني لو طولت ما جيتش بيسالني جيتش ليه، خلاني بيجذبني ان انا نيجي. كان يحتوي دايما الشباب ويصلي لهم، وكان يخلي يعني حابب الشباب في الدير، كان دايما الشباب في الاجازات لازم تيجي تاخد خلوه هنا. التعليم الروحيه اللي كنا ناخدها منه والارشادات كانت مناره قدامنا، والكلمه اللي يقولها ناخدها قدامنا مناره ونمشي عليها. الانسان فعلا لما كان بيسترشد بكلام ابونا ابراهيم وبافكار ابونا ابراهيم كان بيستريح جدا في حياته، رغم ان كانت تبدو عليه البساطه الشديده والتواضع الشديد وانكار الذات، لكن محبته في القلب كانت بتخلي القلب يبقى فرحان جدا لمجرد رؤيه ابونا ابراهيم. يحب الصلاه، كان لو احنا شغالينه في شغل لا روح صلي الاول، نصلي الاول وبعدين نبقى نشتغل. صلواته حلوه ومستجابه وكان صريح جدا، ما يهموش، ما يجملش فلان ولا علان، يعرفه ما يعرفوش. وكان عنده يعني ما فيش حاجه اسمها فلان غني وفلان فقير، لا، ابونا عنده يتعامل لكل واحد. مره يعني من ضمن التنظيم ده لقيت واحد افندي شيك وتفضل يا دكتور، فدخل بعد ما دخل قال لي تعالى، قال لي الدير دي دير غلابه يا عم ابو الحمام. لما كان متعرض لمشاكل خارجيه او داخليه فكان اكتر حاجه يحبها يقول صلوا صوموا. كان يا ما يضيق عليه الحال قوي والوقت قوي يلم الاخوه خدام الدير، وكان بعض اخوات بتوع العمل ويجي هنا يصلي. ابونا ابراهيم كان يحب يقرا الكتاب المقدس طبعا ده في الصداره وبستان ورهبان، وكان زمان عشان برضه كان نظره ضعيف كان لما ما بيقدرش يقرا كان يجيب اي حد من يعني اولاد طلاب رهبانه ويخليه يقرا له في الكتاب المقدس او في بستان ورهبان. في مره من المرات في بدايه علاقتي بقدش ابونا المتنيع صليت القداس وكنت عايز اخد بركه زي اي ناس ما كانش يعرفني قوي يعني، فلقيته زحمه ودخل الهيكل، فقلت يعني البركه تتاخد في اي وقت، يعلم الله يا بنتي مجرد ما ادير ظهري عايز امشي لقيته اتفتح الهيكل ونده علي. كتير لما يكون جايين من المنيا في اماكن مش معروفه، يعني زي يعني اول ما نخش اول ما ندخل على مدخل القوصيه دايما الشفع بالست العذراء يعني يمجد في الست العذراء. في مكان تاني اسمه دير الانبا هيمن السايح، ده في البداري، ده في البداري. الدير ده ممكن لو في النهار في عز النهار ما نعرفش المكان بتاعه وما نكتشفش الدير، اول ما نيجي في المنطقه دي يقول لي يا بركه الانبا هيمن. ابونا برام لما كان يطلع من عندنا في مطار لحد ما يجي الدير يبقى نايم ونحسن في العربية، كل ما يجي جبال دير ولا كنيسة يصحى ويذكر اسم القديس، يعني يجي عند البايع وكده السلام لك يا أبو سخرون يا شهيدي عظيم ساعدنا وسامحنا وكن معانا. يجي عند دير العدل جبل الطير سمالوط رغم أنه شرق البحر شرق النيل، يعني يقول شفاعتك يا ست عدل.
مرات كنا نقول أبونا نحسان مثلا مش هيصحى عند القديس أباهور مثلا بعد الماني، نيجي نصلي القديس أباهور بالظبط ويروح أبونا برام صح شفاعتك القديس أباهور. أبونا في الدير أنشأ فينا حب الخدمة، كان دايما ياخدنا في الدير كده ويقسمنا، أمجد أنت هتمسك خدمة الكنيسة، مفتاح الكنيسة معاك، تخلي بالك من الكنيسة، المية، الأبريق، نظافة الكنيسة. أبونا أبراهام يعني تفكيره كان تفكير يعني نابع من حكمة إلهية، كان تقديره لكل الأمور تقدير يفوق العقل. يعني مثلا الإنشاءات بتاعته في السوهاج، أبونا أبراهام جاب أول أتوبيس الصغير الأحمر يمكن في 89، وكنا نقف عند المطرانية في سوهاج نجيب المصلين بالأتوبيس. ابتديت يعني أقعد وأطلع ونطلع، ومثلا بجيدنا نشتغل هنا في نجيب ناس من الكنيسة في مرجوجس في سوهاج الزوار، يعني كل يوم حد وجمعة نبتدوا من الساعة 6 الصبح. أنا كنت ماسكة الأتوبيس، أنا معايا واحدة تاني بنركب الأتوبيس، وكنت ماسكة الرحلات. نشكر ربنا يسوع المسيح لأنه أتاح لنا فرصة هذا العمل المبارك، وأخذ بركة هذا المكان المقدس، والأنبا تماك السائح صاحب هذا الدير العامر، وجعله يكون بركة لكل من أتى وزار في هذا الدير، وكل الذين يأتوا يزور هذا الدير يكون لهم ثمار روحية تأتي بثمر 30 و60 وما. أبونا أبراهام عمل مستشفى حلو خالص. فكرتها إيه بدايتها؟ بدايتها كان أبونا أبراهام راح يزور إنسان بسيط في عيادة أحد الدكاترة، شاف ما فيش اهتمام بالنسبة للمريض. قال لي أنا عاوز أخدم المرضى، في ناس غلابة كتير مسيحيين ومسلمين مش لاقيين يتعالجوا، فإيه رأيك نعمل مستشفى؟ الناس اللي كانت تيجي من المراكز كانت تقول لي يا ابونا احنا اولادنا تعبانين في السكن. ومن ضمن الانجازات اللي عملها ابونا ابراهام هنا في سوهاج ان عمل سكن للمغتربين والمغتربات. هو يحب يخدم، يعني يقول لك دي للطلبه او يروحوا بدل ما يسكنوا مع ناس غريبه لا يبقوا في بيت ومصانين. في بيت الطلبة والطالبات اللي هم تابعين للدير كان يعمل لهم حفل تخرج ويجيبهم في الدير ويوزع عليهم هدايا وصور وكده. ويوجد للدير مقران في القاهرة، أحدهما في شارع أحمد حلمي والحالي في شارع سليم. أنا كنت ماسك معه على طول في المقر، من ساعة ما يجي يقعد أسبوع، يقعد 10 أيام، يقعد 5 أيام. الناس بيكون عاملين غزارة من الساعة 6 لـ 9، الناس من 5 لـ 12 زي ما بقولوا حضرتك 12 بالليل، وما يرضاش يزعل حد حتى لو تعبان. في المقر كان يعمل قداس، كانت الناس تيجي بطريقة مش معقولة. حتى المقر اللي أخده جديد في الزيتون كانت الناس تقف قدام باب الشقة، طرقة كبيرة جدا والشقة مليانة والشقة واسعة، المقر واسع، تبقى مش ملاهم على الناس. حتى في شدة مرضه لما كان بيبقى في الاستراحة وجاي يكشف وكان يبقى بيتابع بعض الفحوصات في المستشفى، برغم هو كان تعبان كان بيكرم، كان بيستقبل كل الزوار وما كانش بيعتذر لأي زائر، وكان دايما بيهتم حتى بضيافة الزوار كلهم، وما كانش حتى يقفل باب الاستراحة أبدا حتى لو في مواعيد جت بعد مواعيد الزيارة. نشكر ربنا يسوع المسيح أولا وأخيرا لأنه اعتنى بأولاده ويعتني بأولاده في كل زمان وفي كل مكان، وبالأكثر اعتنى بابنه وحبيبه العظيم في القديسين قديسنا العظيم الأنبا توماس السائح، أنه عاش أكثر من 130 سنة اللي كتب سيرته الأنبويصة
تلميذ الأنبا شنودة رئيس المتوحدين. كانت العظة بتاعته بتتركز على سيرة الأنبا توماس. همه كله هدفه كله إن تبقى سيرة الأنبا توماس كل الناس تعرفه. أنبا صميل ده أبويا، أنبا توماس ده جدي، فهو كده وكانه مراسة، ده أبوه ده جده. أكتر الناس هنا العائلات سمت توماس، يعني هنا تلاقي اسم توماس كتير جدا. أصبح اسم الأنبا توماس اسم شائع نتيجة للمعجزات التي أجراها الله على يد أبونا إبرام الصموئيلي بواسطة شفيعه القديس العظيم الأنبا توماس السائح. كان هو السبب أن الأنبا توماس السائح أصبح معروف عند ناس كثيرين. دلوقتي تلاقي صورة الأنبا توماس موجودة في كل بيت، في كل محل، في كل ورشة، في كل عربية، في كل مكان. كان باذل نفسه في خدمة ربنا وأنبا توماس، يمجد الله ويخدم شعب المسيح له المجد. كل اللي يعد من جاره وهو بيتعشى قبل الساعة 12، أي واحد يعد من جاره ينادمه ويقعده ويديله نايب ويأكله له. دايماً ساعة الأكل كان لازم يندهلي وأقعد جنبيه، وكان دايماً بيقطع الأكل بتاعه ويديني، أقوله يا أبونا ما الطبق بتاعي هو فيه أكل، يقولي لأ هتاكل ده. كان يجي ينده علينا كلنا، الأخ كان يطلع له الأكل فوق، وفعلاً إحنا كان يندهنا إحنا عشان إحنا اللي ناكل الأكل. يقعد أنت خد دي وأنت خد دي، وهو كان يعني أكلاته بسيطة جداً. كنت صغير خالص، ورحت من أول ما رحت هناك احتضن، عرفنا إحنا من البلد اللي جنبيه، فمن أول ما تعرف عليا على طول بيسأل عليا، لازم العيد، لازم نحضر العيد في الدير. هو يأكل حاجة بسيطة ويدي أكل اللي جنبه، أكل بسيط جدا. كان أكله في النهاية بينتهي بعرقين جرجير، عرقين خاص، يعني لا تقوى الطفل. الناس لما تدخل عنده أهم حاجة، طب فطرت، طب اتغديت، يعني ما يعني كان يأكل الناس كلها جنبه وهو ما يأكلش. كان يحب خدام الدير جدا جدا، قبل ما نوديله الأكل يقول بتوع الدير كلوا، الخدام كلوا. كان يحب يجمع أولاده على مائدة واحدة، وكان يستغل المواسم أو الأعياد أو الرفعات عشان يجمعنا مع بعض كنا على مائدة واحدة. وكان أحيانا يجيبنا في فصل الأيام يقول نادوا فلان، فكنا نتجمع لو في واحد من أخوه غايب، ما كانش يرضى يمد ايده ويبارك الطعام غير لما اولاده كلهم يتجمعوا. المحبه، العطاء، الخدمه يعني كان دايما يحب الحاجه الحلوه. يعني كنا دايما الاكل الدير دايما مفتوح طبعا للناس كلها. لو في اكل في الدير كدير اسري اتحط، لازم كله ياكل منه، ما ينفعش يعني يبقى في تمييز. وكم من محتاج لجأ اليه ولم يرجع خائبا. تقي جدا في معاملته مع إخوة الرب، كانش يبخل على أي إنسان بأي شيء. في العطاء كريم جدا، يعني تقدر تقولي المسيح على الأرض. العطاء يعني الصارخ للفقراء والمساكين. كان حنين حنين قد ما تقولي، يعني قلبه حلو يحب الناس. بيحب الفقير أكثر من المبسوط. يحب الناس الغلابة تيجي تقعد جاره. صدقيني بيت ما كان يكره هذا ابدا، لا كان غريب ولا قريب ولا حد ابدا. غلابة هادية وكل حاجة هادية. أي حد يدخل بدون ما يطلب منه، راح أبونا ضارب إيده في السيالة تحت الفرجية دي ويدي. عند الرحمة والمحبة والتسامح والشجاعة والقوة برضه. كان فيش أطيب من أبونا إبرام، ولا فيش أحن منه. اللي في يده ما كانش ليه، ويحب يوكل الناس، ويحب يجي العيد يكسي الناس. يعني من ضمن كان يكسينا هو نحن وعيالنا. كان يبعث لنا الناس ابونا ما قدرش تطلع تقول لي ده ما عندوش ومش يقدر يقطع ايش حد، روح وديه لحد عندك. لازم الجمعه ولا حد لازم يدي، ما فيش يعني حتى الفلوس ما كانتش تقضي. وكان على علم الايام دي كان فيها تعمير للدير، والدير كان محتاج لكل ميله، بس مستحيل كان يمشي واحد من اخوه الرب ما ياخدش بركه. واكبر واحد علمنا العطاء يكون هو ابونا ابرام. يعني في مره كان زمان يوزعوا على العيد تبسات سوهاج تجيب اخوة الرب، فكان هو يوقف من فوق، فهم بيوزعوا في ناس تيجي تخش تاني تاخد. ففي مرة الخدام اللي هنا كشف واحدة ست، هو شافهم من فوق فقال لهم بتعملوا ليه كده؟
قالوا خدت يا ابونا مرة واثنين، قالوا ادوها تاني، هي لو مش محتاجة ما ترجعش تاني. وكان مش ممكن يكسف واحد ويقول له ما تجيش ولا تعالى لي بعدين ولا كده، مش ممكن. مرة من المرات بقول لي هات فلوس عشان ندي اخوة الرب، قلت له، قال لي طلعت كام؟ قلت له طلعت كذا وعندينا فضل كذا بس. فاجأتنا قال لك لا طلع الباقيين، قلت له حاضر. وقال لي في حاجة تانية؟ قلت له لا ما فيش. قال لي لا لا لا، ربنا هيبعت، ربنا هيبعت. فعلا ما خلي يخلص الحاجة من هنا ألاقي ربنا بعت أضعاف أضعاف اللي طلعناه. كان هو ربنا اللي بيبعت له على قد الكرم بتاعه وعلى قد الناس اللي بتيجي. كنا آخر رحلة تمشي بأمانة ربنا، آخر رحلة تمشي من الدير بالليل، كان يعني في عشر الخدام بتوع الدير بالظبط. وكان دايما أبونا برام يقول إن إحنا لما بندي ربنا بيدينا أكتر ما بندي، وبيبعت لينا وبيبعت للدير وبيبعت للمكان. قلبه نقي يعني وكريم جدا، يعني كرم عنده يعني عجيب جدا، ورجل معجزات يعني. كان رجل صلاح. زيارة اللي كان يدخل فيها بيتنا شاهد ربنا والأنبا توماس إني أنا أحس بالبركة في بيتي لمدة سنة كاملة. كان في واحد غفير بيجي مع الدورية اللي كانت تيجي الدير، وجه هذا الموقف أصرناه احنا، جه فهيقول يا ابونا انا عايز ايه، هو الغفير ده شغال حلاق، قال يا ابونا انا عايز اشتري حمار عشان اروح احلق للناس وبتاع. فراح عطى 250 جنيه، راح نزل السوق وراح اشترى فعلا حمار ب 250 جنيه. جئ تاني مرة مع الدورية اللي كان غاب شهر، اللي كان غاب 40 يوم شهرين ست شهور الله أعلم، وجاء قال يا ابونا، قال لي أنا أنت عارف إن أنا شغال حلاق وعايز أشتري حمارة ما عنديش حمار، قال لي خد الحمارة بكام؟ قال لي 250 جنيه، قال لي خد هذا 250 جنيه. فواحد هيقول إيه يا فلان الفلان، قال لي ما أنت اشتريت خط قبل كده من أبونا ورحت اشتريت حمار. فينط ابونا يقول ما الحمارة ماتت على لسان الغفير. روح البيت لقى الحمارة ميت، راح مسك الفلوس اللي هو عطاها لي ابونا 250 جنيه وراح راجع قال لي خذ يا ابونا، قال لي ما تروح تشتري حمارة، قال لي ما الحمارة اللي قلت عليها ماتت اللي عطتني حقها، هروح اشتري حمارة تاني عشان تموت؟ قال لي لا المرة دي مسامحك، روح اشتري حمارة وما تموتش. في واحدة نسبة كده في الليل الأحذية بتاعتهم مش لاقينها، فقعدنا نبص فلقينا واحدة قاعدة ومعها كيس كبير كده ومليان. فأنا يعني اتنرفزت وخدتهم وهو شاف. توقعنا وإحنا واقفين إيه؟ إن هقول لها ما تجيش الدير تاني أو هقول لها أي حاجة يهددها. راح قال لها خدوا القياس وزعوهم على ناسهم، لأن هي الناس اللي قاعدة حافية. وراح مسكها وكلمها كده شوية وراح مدخل إيده في جيبه ومطلع فلوسه ومديها لها وقال ما تبيش تعمل كده تاني. بست في إيده قال لي كده مش هتسرق، إحنا نربح نفسها مش نعاقبها، العقاب هيعمل لها إيه؟ هو الراجل ده كانت في حتة بس يعني غريبة شوية، لا تعرفي ضابط ولا تعرفي عمدة ولا تعرفي مهندس ولا تعرفي بنا. لما يكون تعبان جدا ونايم على سرير وكنا نخش عندهم نسأل عليه، فكان يقول كده يا رب لن تقول يا ابونا لن اقول تطلق عدوك بسلام الا لما اشوف دير أنبا توماس عمران باولاد رهبان. كنت تعبان جدا ونايم على سرير وكنا نخش عندهم نسأل عليه، فكان يقول كده يا رب لن تقول يا ابونا لن اقول تطلق عدوك بسلام الا لما اشوف دير أنبا توماس عمران باولاده رهبان. كان يقول كده انه أنبا توماس هيبقى اولاده مليين العالم كله، كان عارف ان ربنا هيحقق الوعد ده. كانت شهوة قلب أبينا أبراهام أن يكون دير على اسم القديس العظيم أنبا توماس السائح عامرا بالرهبان، فأعطاه الرب أن يشتري أرضاً في الخطبة أواخر التسعينيات، وبدأ يتلمس تحته إخوة
ناحية الرهبنة، وما كانش طبعا دير رهباني، لكن لما تتلمزوا عليه مجموعة من الإخوة. أنا ابني النهار ما جه ما كانش فيه 3-4 خدام وهو الخامس. قعدت بقى مع أبونا، يا أبونا هو إيه هيترسم راهب؟ قال أنت تزعلي لو هو اترسم؟ قلت له لا. كنا حوالي 5 في البداية، فكان بكافح، فبدأ يعمل نعمل الميدة الصغيرة، يعني إيه نتجمع ونعمل معاد ميدة الساعة 12. فبداية الميدة كان أبونا مبسوط جدا إنه الدير هيبدأ فيه الحياة الرهبانية، إنه الأباء الرهبان يبقى ليهم مجمع. ما كناش ترهبيننا، كنا بجلبيتنا اللي احنا جايين بها من العالم، لكن هو كان مبسوط جدا إنه تبدأ البذرة دي أو الفكرة دي. لما أنا عرفت إنه دير الأنبا توماس محتاج إشراف من حد من الأباء الأساقفة، يعني لجنة رهبنة قررت إنه تكلف حد بالإشراف. أنا فعلا من محبيتي لأبونا أبراهام، يعني كده كانت رغبة عندي إنه ريت يقولوا لي أنا، ولو قالوا لي مش هقول لأ. نعرف المسافة بعيدة، 6 ساعات من هنا لأخميم، لكن فجأة قالوا إيه رأيك؟ قلت له أنا موافق. وفي عام 2002 كلف نيافة أنبا أبراهام أسقف الفيوم بالإشراف على دير أنبا توماس السائح. أمنيتي أن يكون في رهبان أولاد للأنبا توماس، وعاوز الدير ده يعترف بيه. فقلت له طيب نقدم طلبنا لقداسة البابا. ففعلا قدمت طلب لقداسة البابا أنه دير الأنبا توماس كان فيه رهبان عايشين فيه، ودير في الصخر وفي الجبل، ونفسنا يتعمر رهبانيا. فشكل لجنة، راحوا شافوا الدير، حسوا ان هو غير مناسب لانه مساحته قليلة وما فيهوش غير عمارة، فقال الرهبان اللي حيجوا مش هيقدر يعيشوا. لدرجة انه نيافة الأنبا بخميس قال يعني ده يصلح بيت للطالبات، ده يصلح دير الرهبان. فنقلت التقرير ده لابونا وزعل، وازاي ده كان أنبا توماس عايش فيه والرهبان عايشين، يعني هما الراهب عاوز ايه غير قلايا وكنيسة؟ فمن اجل ارضائه وتهدئته قلت له طب ما احنا نفكر نشوف ولو ناخد 5-6 أبدنة 10 ويتعمل دير. فهو قال لي طيب انا عندي في الخطاطبة مزرعة. قلت له خلاص دي جميلة قوي نبتدي بيها. اقول لسيدنا عليها؟ قال لي اه. قلت له طب تعالى نروح نشوفها. ورحت شفتها لقيتها جميلة فعلا، وكان فيها شوية زراعات، وكان بدأ في السور في ذلك الوقت، يعني يمكن 2003. وقلت لسيدنا البابا، قلت له خلاص إذا كان الدير في أخميم مش هيناسب يبقى دير رهباني، في قطعة أرض مزرعة تتصور ويتعمل فيها ألالي وممكن نعترف بيه الدير هناك. ضحك كده سيدنا قال لي إذا قدرت. فقلت لأبونا، قلت له سيدنا البابا وفق لنا. أبونا فرح بكده الحقيقة، فاتفقنا مع المهندسين، والمهندس برضو كان صديق لأبونا أبراهام، هو قال أنا هشد حيلي وخلص في زمن قياسي. جاء في يوم أنا كنت ماسك العمال هناك، قال لي بص أنا عاوز التراب بتاع ماري يوحنا ده يتعبى في شكير نظيفة. وقال ده ما يدوش حد عليه ولا يعمل ده تراب القديسين فيه، يعني كفة تراب كده ما ترمهاش بره. أنا عاوز في كل جلاية في الدر يتحط فيه مقطف تراب تحت البلاط عشان يتبارك.
فبدأ بالكنيسة وأماكن الزوار وأماكن الخلوات والحاجات دي كلها خلصها في سنة، وبرضو كمل بقية أسوار الدير واتحددت منطقة الرهبان، بنى قلالي للرهبان وكنيستين للرهبان وأماكن خدمات، مطعم ومكتبة وصيدلية وكل مستلزمات الرهن. كل ده خلص في 3 سنين، من سنة 2003 لأواخر 2006. وقلت لسيدنا البابا قطعة الأرض اللي سمحت لنا بيها اتبنى عليها كذا وكذا وكذا، فقدستك ابعت لجنة تشوف المكان ويقرروا هل يصلح يكون دير رهبنة أو لا. ففعلا بعت لجنة وكتبوا تقرير أنه المكان يصلح لإقامة الدير فيه، فسيدنا البابا وافق. اعترف المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية في جلسته المنعقدة في 26 من مايو 2007 بدير أنبا توماس الأثري وبدء الحياة الرهبانية بالدير العامر في الخطبة. كنت في الفترة دي قبل كده أخذت شوية أخوة رهبناهم بموافق قداسة البابا في دير الملاك عندنا هنا في الفيوم، بس باسم دير الملاك، وعلى أساس لما يعترف بالدير يتغير الشكل. بعد كده تم تغيير الشكل، هو الاعتراف بالدير في 26/5/2007، تغيير الشكل تم في 21/10/2007 لكل مجموعة الرهبان الصغيرين اللي كانوا ترهبينه، وأبونا أبراهام تغير شكله، كان اسمه أبونا أبراهام الصموئيلي أصبح أبونا أبراهام الأنبا توماس. كان أبونا أبراهام دايما متعود بعد عيد الميلاد والقيامة تاني يوم نروح نعيد على سيدنا البابا في المقر في الأنبا بشوي. ففي اليوم ده أول ما أبونا دخل على سيدنا وضرب له مطانية ولسه يعني بيكمل، راح سيدنا البابا قال له إحنا جايين لك يوم السبت يا أبونا برام. وفي 10 يناير 2009 جاء قداسة البابا المتنيح أنبا شنود الثالث مصطحبا عددا كبيرا من الآباء الأساقفة والرهبان والكهنة لافتتاح الدير. يكون عبارة عن أرض صحراوية تحولت إلى كل هذه المنشآت، ففيها كنيسة كبيرة جدا أنا ما وصلتش لآخرها، وفيها كنائس تانية للرهبان دي ممكن للشعب وكنائس الرهبان، وفيها مكتبة وفيها المائدة الكبيرة دهين وفيها بيوت للضيافة. وسيدنا البابا يعني قال لي انت لما كنت تقول لي على التعمير اللي تم، يعني انا كنت بستغرب ايه اللي بيحصل، انا لما جيت مش مصدق اللي شايفه. اللي بناه ابونا في البشر اكتر بكتير من اللي بناه في الحجر. في 25 يناير 2009 دشنت معمودية الدير وأقيم قداس إلهي رأسه نيافة أنبا أبراهام أسقف الفيوم المشرف على الدير. كان أبونا أبراهام دايما يقول كلمة، يقول إن دير الأنبا توماس ده هيبقى وسط الأديرة الكبيرة،
احنا ما كناش فاهمين يعني ايه وسط الادير الكبيره. كان كل تفكيرنا ان ممكن في يوم من الايام ان الدير الصغير ده ابونا هيشتري بيوت حواليه، هيوسع الدير، هتبقى مساحته كبيره، فهيبقى من الادير الكبيره. لكن هو كان ليه نظره اعمق احنا ما كناش فاهمينها، اللي فهمناها بعدين. وفعلا لما اتفتح الدير هنا عرفنا ان قصد ابونا انه هيكون مجاور ووسطيهم فعلا أدرة البراموس والسريان والأنبا بشوي وماري جرجس وماري مينا. كان دايما يقول إيه، أنا لو طلت إن أنا أشتري متر في كل بلد في الجمهورية باسم الأنبا توماس هشتري. كان كل ما يجي القاهرة لازم يحضر اجتماع سيدنا الرب، عشان كده أنا كنت بشوفه كتير هناك، وحتى من قبل الأشراف على الدير بمجرد ما أشوفه أخده كده وخليه في صف أو جنب الأباء الأسف. فقدس البابا رشيد المثلث أحمد حلل شخصية أبونا أبرام، لها شخصية بسيطة وراهب متواضع وناسك، فلقى فيه الصفات اللي هي عايزها البابا رشيد في كل راهب. كان شخصية قوية جدا، وكان لها علاقة ببابا رشيد، كان يحبه جدا جدا. كان له سجود مخصوص كده ويضرب مطانية للأرض قدام قدس البابا. مرة كان هيسافر أمريكا وجاي المقر هنا عشان قدس البابا يديله جواب للسفارة، فالحقيقة يعني زي ما تقولي يعني يتأخر عليه الجواب، ففضل قاعد ومش زعلان لما ما خدش الجواب في نفس اليوم، وقال أنا عارف إن أنبا توماس هيخلص الجواب ده. وفعلا تاني يوم يمكن نيافة الأنبا أرميا والأنبا يؤنس يعرفوا الموضوع ده، تاني يوم الصبح قدس البابا أول حاجة يسأل عليه عشان يخلصها ويمضيها كان الجواب بتاع أبونا أبرام الصموئيلي. سفيرة أبونا شاملة كل حاجة، شاملة علاج، شاملة إن هو ينشر اسم الأنبا توماس، شاملة إن هو يعرف الناس بالدير، وإن والأنبا توماس طبعا ما كانش معروف، فيعني السفرية شاملة كل حاجة، لدرجة هو يعني نقدر نقول برضك ان هو ما كانش بيهتم بنفسه قد ما يهتم ان الناس تعرف الأنبا توماس، مين الأنبا توماس ده. حتى ليه عظات دايما كان يوعظها بره، كان ممكن يوعظ العظة لكن يختم بسيرة الأنبا توماس دايما. الأنبا توماس هو الأب الروحي للقديس العظيم الأنبا شنودة رئيس المتوحدين، والكتب سيرة القديس العظيم الأنبا توماس هو القديس العظيم الأنبا ويصة الميز القديس العظيم الأنبا شنود رئيس المتوحدين. كتب وقال: شهد لي أبي إن رجل قديس بجبل شنشيب لم أحد يعادله في القداسة، كان مداوما على الصلاة ليلا ونهارا، وكان له زوج صوت رخيم في التسبيح لله، كان يأكل مرة واحدة كل أسبوع، كان كاملا في الفضائل الإلهية. أبونا أبرام الصموئيلي لما كان يروح أمريكا كانت الناس تحبه جدا، وكان لما يروح ألمانيا، مرة رحت ورحنا عند دكتور لقيت ان الدكتور بيقول ده احنا هنروح المطار عشان نستقبل ابونا برقام الصموئيلي. قد ايه حسيت ان رجال الله القديسين بيتعرفوا للناس كلها وللعالم كله. ابونا برقام عبارة عن مدرسة فضائل متنوعة. كان قلبه واسع يسع الكل، حتى يظن ان كل واحد فينا ان هو الوحيد عند ابونا برقام. يفهم اللي قدامه عايز ايه، ربنا عطيله بصيرة روحية الحقيقة.
هو عاش رهبانيا التجرد الكامل، واخد من كل قديس فضيلة. كان أبونا أبرام دايما يعلم بالإيمان والأعمال. تحس إن ده راهب فعلا من طراز القرن الرابع، اللي هو نسك شديد جدا، محبة كبيرة، هدف قدامه لا يحيد عنه، هو الهدف هو الله وكفى. بسيط وطيب جدا ورجل بركة خالص. البساطة اللي فيه ما شفتهاش في حد، ما يهتمش بالمظاهر. أنا كنت بحب أبونا أبرام علشان هو كان طيب، كان محب وكان حنين كده، يحب خالص يقعد قاعدة عادية في الأرض، كانش يحب يقعد على كراسي. البساطة بتاعته هي دي دليل على معرفته العميقة برب المجد يسوع المسيح، لكن كان في نفس الوقت قوي الشخصية خالص. رغم محبتنا ليه لكن وقربه لينا، لكن كنا نهابه جدا. تعلمنا منه الشجاعة، بطول ما ربنا قدامك ما تخافش من أي حاجة. شفت في أبونا أبرام الأسد اللي هو بيحامي على أولاده، مفيش شيء روح التكبر ولا حاجة بأي حاجة. إيه ماشي، راح جاب الأسقف هو لبسه، المركز هو لبسه، محافظه هو. يعني هو احنا ممكن نقول لك كان أبونا أبرام يلبس الجلابية الجديدة ممكن يوم العيد. كان يحب في الأعياد يقدم عطاياه للكل، مش بس الأخوة الرب. يعني عشان كده إخواننا المسلمين بيحبوه جدا جدا في أخمين، كان بيديهم زي ما بيدي لأولاد المسيحيين. كان رجل لي حقيقة في العمل الخيري، وكان بيساعد الناس الأيتام سواء المسلمين ولا نصارى. كان بيجي دائما في الأعياد، عيد الميلاد أو عيد القيامة قبل العيد بيوم، كان يوزع على كل الناس اللي بتيجي عنده من المجاورين سواء مسيحيين أو غير مسيحيين، يوزع عليهم ربطة كبيرة كده فيها رز وفيها لحمة وفيها بطاطس وحاجات زي كده زائد فلوس. فأنا الرجل يعني عملت معاه وبقيت أخذ الليل العيد معاه، النهار معاه تحت عشان زحمة الزوار والتوزيع العطايا ده بيقبع علينا كان بالألفات. فكنا لما نتكلم معاه نقول له أبونا طب يعني ممكن توصل لحد، يقول لا احنا بدأنا الحكاية دي بجدي. وصح هو بدأها بجدي، جدي صغير ذبحه، بقيت عجول بعد كده. توزيع العطايا دي مرتين في السنة، في عيد القيامة وعيد الميلاد، يعني كله بيتهلك في التوزيع. وهو كان يبقى سد واحد، كنا عنبنا احنا تحت المسجد هنا، جار الجامع المسجد جار الدير هنا، عنبنا جمعية تنمية مجتمع. اقول لي ايه اللي هتعملوا ده يا عمدة تحت؟ قلت ده مكتب تحفيظ قرآن. قالوا انا معلش فلوس في ده، انت هتلمه ليه؟ قلت لي علمه. قال خلاص وانا اقدر عليك كام؟ قلت لي اقدر عليك اللي تقول عليه. انا هقول لي ايه؟ هقول لي ادفع كذا؟ هتعود. قال لا قول انت. قلت خلاص اتصل لنا الدور الثاني اشوف يتحسب كام واقول لي. قال لا اقول على كده وهي هتتوفى. قلت لي 3000 جنيه. قال خلاص ما هديك 3000. وفعلا 3000 وفى الصب. يمكن اللي وصل دير الانبا توماس للشهره اللي هو فيها عطاء ابونا ابراهام، وبدون تفرقه بين اي انسان. كان في 3 معايدات يبعتهم، اللي هو عيد الميلاد وعيد القيامه وعيد الأنبا توماس. فكان يقعد جنبي يمليني بال100 اسم، بال200 اسم، بعنوانهم، ببلادهم، وناس برة. أنا كنت أستغرب إزاي ده حافظ العناوين دي كلها. يعني قعدت معاه فترة أسجل دي. يجي على كل عيد يعمل عملية تعديل، ده فلان ده اتوفى أشطبه، ده فلان دي كذا. كان لما يرد على الخطابات، كنت أعمل عزومة في رمضان للأخوة المسلمين والأخوة المسيحيين على مستوى المركز يعني. فكانت العزومة دي هي على شرف أبونا أبرام. فكان كل رمضان يجي في الثلث الأخير من رمضان وياخد إيه، ونعمل العزومة ويجي هو إيه، يجي في العزومة. دايما كان يقول ازهد ما في يد الناس تحبك الناس، ازهد ما في الدنيا يحبك الله. كان دايما يقول اللي يعمل حاجة يحطه في مقطف، يعني يصيف حاجة يصيفها مقطف. يعني أنا عملت قانون وتعبت وجهدت وعملت خدمة،
أنا باخدها لنفسي بشيل حد غيري. دايما يقول لي اجعل كل أحد يباركك. كان يسير الميل الثاني ويعطى الخد الآخر ويترك غداء مع السوء. كان يحب الله وأحب الله في كل أمور حياته، في الدير وبرا الدير وفي كل مكان، منقاد من الروح القدس. رجل الجهاد والمواهب المتعددة، رجل السلام، رجل البركة. يقول لك ربح النفوس أحسن من عقابها. مهما تكلمنا عن قداسة أبونا أبراهام، يعني اللي وصل له من مواهب ما تعدش. الكلمة أخيرة، لو قعدنا نوصف في أبونا أبراهام من دلوقتي لغاية الصبح مش هنديله حقه. أبونا أبراهام بدأ يتعب شوية في 2010، فبدأ يستقر أكتر في الخطبة، يعني كان أغلب وقته يقعد هنا في الخطبة في جليته. في الفترة ديت أبونا أبراهام كان محبة أولاده ليه في اللي بازلوا وعملوا في الدير واحتضانه لكل أولاده، كان عبارة عن جليته كانت تجمع كل الرهبان، يعني ما فيش يوم يعدي آخر النهار ما كان كل الرهبان يتجمعوا، حتى لو كان كلامه قليل في فترته الأخيرة، بس كان كل السلام والهدوء إن هما يقعدوا جنبه وبصوا فيه بس. وبعد أن أكمل أبونا الحبيب أبراهام أنبا توماس جهاده الأرضي، وكأنه يقول للرب: العمل الذي أعطيتني لأعمل قد أكملته، سمح الرب له بتجربة المرض لينقله من أتعاب هذا العالم الزائل. وفي فجر السبت 31 من يناير 2015 انطلقت روح أبينا أبراهام أنبا توماس إلى السماء وسط تهليل الملائكة والقديسين. في 3 فبراير تمت الصلاة على جثمان أبينا القمص أبراهام في دير الأنبا توماس بالخطبة. هذه النفس التي اجتمعنا بسببها يا رب نجيحة في ملكوت السماوات، افتح لها يا رب أبواب السماء واقبلها إليك كعظيم رحمتك. افتح لها يا رب باب البر لكي تدخل وتتنعم هناك. افتح لها يا رب باب الفردوس كما فتحته للص اليمين. افتح لها يا رب باب الملكوت لتشارك جميع القديسين. افتح لها يا رب باب الراحة لترتل مع كافة الملائكة، ولتستحق أن تنظر النعيم، ولتدخلها ملائكة النور إلى الحياة، ولتتكئ في حضن أبائنا القديسين إبراهيم وإسحاق ويعقوب. اغفر لها خطاياها التي سبقت فصنعتها بمعرفة وبغير معرفة معا. فهذا الراهب
القمص إبراهام الأنبا توماس أو إبراهام الصموئيلي ينطبق عليه قول الكتاب المقدس: نعما أيها العبد الصالح الأمين، كنت أمينا في القليل، أقيمك على الكثير، ادخل إلى فرح سيدك. أنا عرفته عن قرب حينما خدمت في سكرتارية قداسة البابا المعظم المتنيح الأنبا شنودة الثالث. قابلت رهبانا ورهبانا من أرجاء الكرازة المرقسية. لم أجد راهب فيه نسك، تقشف، إخلاء لذاته محتمل مثل أبونا أبراهام. هو بصراحة نموذج يحتذى به في حياة الرهبنة في هذا الجيل والأجيال القادمة. عندما أقترح في لجنة الرهبنة وأمام قداسة البابا المتنيح البابا شنودة الثالث، نريد أسقف مشرفا لدير الأنبا توماس، صليت في قلبي وتمنيت أنه سيدنا البابا يشاور ويقول فلان، وفعلا الرب استجاب وبقول لي: إيه رأيك؟ قلت له: أنا موافق من دلوقتي، ليس حبا في الإشراف أو حبا في أي حاجة أخرى، لكن بأمانة حبا في أبونا أبراهام، وخفت لحسن واحد يروح له يتعب. بنتأمل كيف سلك وكيف جاهد وكيف استطاع أن ينشر اسم شفيعه القديس الأنبا توماس السائح. كان بصراحة أبونا أبراهام يعني جوهرة كانت معانا وافتقدناه. زعلين على فراقه ولكن مبسوطين ان هو شفيع لينا في السماء بحضن حبيبه يسوع المسيح. كل ذكرنا امام عرش النعمه ما تنسناش، وربنا يخلي الرهبان اللي هم اولاده يصبرهم عليه، لان هو رباهم وعلمهم وعلمهم كل حاجه. هو اللي ربانا وهو اللي علمنا، فالافضل لنا ان احنا نمشي وراه ونمشي في طريق اللي هو كان ماشي فيه. واللي هيحب ابونا ابراهيم يمشي على طريقته، وان ماشي على غيرها هيخسر. وربنا ينفعنا بصلواته، لأن هو يعني افتقدناه على الأرض بس هو شفيع لنا في السماء. لكن أنا أخسرت أبوي على الأرض لكن كسبته شفيع لنا في السماء. أنا ما أقول لأبونا يا بختك وربنا يعيننا كما أعانك وأذكرنا قدام عرش النعمة. وأول صفات تفرح بيك السماء يا أبونا إبراهام الحسنات التي كنت تعملها مع إخوة الرب. أنت دلوقتي شفعنا مع الأنبا توماس، اذكرنا الصلاة. قلوا بحشتنا وفراقك صعب بالنسبة لنا،
يعني افتقدنا بس احنا عارفينه في السماء. فقدنا مرشد روحي على الارض ولكن هو شفيع لنا في السماء. والله يريح روحه وربنا يدينا الصبر عليه. اقول له اذكرنا امام عرش النعمه وصلينا زي ما كنت بتصلينا على الارض. هو صحيح فراق الجسد كان صعب ولكن انا واثق انه مش هينسانا. احنا واثقين واثقين ان هو يعني مع ال 24 قسيس في السماء. يذكرنا في صلواته ونكمل جهادنا كما هو كمل جهاده. عناية السماء أشاءت إنه يبقى مزاره هنا في دير أنبا توماس في الخطاطبة جنب ولاده، أساس ياخدوا بركته في الدير اللي هو تعب فيه سواف سوهاج أو عمر في الخطاطبة.